السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف ازاي نرسم في قلب البارت ديزاين. تمام، اول حاجة اكون فاتح مثلا اي لوحة او اقول له فايل نيو، وهاجي دلوقتي اقول له اول حاجة لازم ابدأ اقول ان انا عايز ارسم جوه سكتش، فاقول له كريت سكتش واقول له اوكي وابدأ ارسم اي حاجة، وليكن مثلا خط 2 3 4. طب فرض ان انا قبل ما اخلص شغل قلت له كلوز، مفيش مشكلة، أعلم عليه وأقول له إيديت سكتش وأدخل تاني وألاقي أدوات تساعدني في الرسم. يعني مثلا أنا عايز ده يوازي ده، أعمل عليهم سيلكت هما الاتنين، وأجي هنا هلاقي أمر توازي. دلوقتي لو أنا في أي وقت عدلت في ده هتلاقي التاني بتعدل معاه على طول. لو عايز الاتنين دول يتقابلوا، يعني ده يبقى مع دوت، أعلم عليهم وأقول له خلي الاتنين دول بالشكل دوت. لو عايز ده يبقى عمودي مع دوت، أجي هنا ألاقي أمر إن هما يبقوا عمودي على بعض، واقدر اعمل سيلكت واروح قايل له خليهم يبقوا مع بعض، وبرضه خلي الاثنين دول كده يتقابلوا. اقول له كلوز، وبعد كده اعمل سيلكت عليهم واقول له بات، واختار الارتفاع اللي انا عايزه بالشكل ده.